الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن تعيد السلام والأمن والاستقرار إلى ديارنا وإلى مدننا وقرانا وإلى كل مكان في بلادنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فأنزل الأمن والاستقرار في ديارنا وإلى مدننا وإلى قرانا وإلى كل ربع من ربوعنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أموالنا، اللهم آمنا في مدننا، اللهم آمنا في قرانا وأريافنا، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد الجيران والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ ناصيته للبر والتقوى، وخذ ناصيته للبر والتقوى، وانصره وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكرنا لا ولا تمكر علينا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رانيا لسلونغا كيبي نيام سندغم بامنن كيلغدن اونيرزاد الاسلام بوين.